عائلة سلامي ليك، اجيو تسمعوا معايا حكاية الليلة والخبط البشري حتى لين غادي يوصل بسبب شنو؟ الحسد والغيرة فقط. هاد الحكاية ضروري تشاركيها مع اي واحد كتعرفي باش يستافدوا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه احواركم طيبه. اذا كنتي اول مره كتشوف هذه القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده الجمله الشهيره الدار دارك. فراسكم غير سمعت هذه الحكايه قلت انشاركها معكم اليوم قبل غدا، لانه فيها عبره ما مثلها عبره. مهم، ولكن بلاتي قبل ما ندخلوا في هذه الحلقه خلينا نقول لكم اولا ذكرى مولد نبوي سعيد، فصلوا على خير البشر من بعث رحمه للعالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، عليك سلام الله يا حبيبي في كل خفقه، ولقد ماتت الاسماء كلها الا اسم محمد. فخلينا ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا امتنان في حكايتي ما كتهمش الطفولة ديالي ولا حتى كيفاش عشنا، لأنه الحمد لله كل شيء كان مزيان. أنا هي الأخت الكبيرة نتاع صاحبة الحكاية، وتكلفت من تحت الإذن ديالها أنني نحكي لكم بلسانها المأساة ديالها اللي غادي تخليكم أنكم توليوا تردوا البال. حنا تربينا تربية اللي هي عادية، ودوزنا واحد الطفولة اللي هي عادية، وما عندنا حتى شي مشكل في هذا الباب نهائيا. كاع حنا الخواتات تزوجنا صغارات، غادي توفى الوالد ديالي وتزوجت اختي صاحبه الحكايه المعنيه بالامر اللي كانت عندها انذاك شي 16 سنه، وغادي تمشي تروح عند عائله راجلها في مدينه واحده اخرى بعيده علينا بشي 300 كيلومتر. عائله راجلها الله يعمرها دار، وما عندهاش مشكله معاهم في حتى شي حاجه، تهلاو فيها بحال بنتهم، كل شيء كان مزيان. هاد اختي غادي نعطيوها واحد الاسم تاع حسنة، كانت صغر مني بثلاث سنين وزوينه وفخره تبارك الله، وكل شيء تيقول في ديك المدينه مع كانت صغيره فلان هو اللي تزوج، زعما كانوا كيضربوا المثال براجلها، خير شكون دا لا شكلا ولا حتى اخلاقا، فلان هو اللي تزوج هو اللي دار. مع تبارك الله وما شاء الله اختي كانت طول وعرض، وما تقولوش عندها 16 سنه، كتبان فايت العشرينات فعلا. لما امتنان صيفطات لي التصاور نتاع اختها تبارك الله هادشي اللي كاين. في 2011 تزوجات وغادي دير زوج ديال الوليدات، لكن وقتاش غادي تبدا الحكايه ديالها؟ لما غادي تحولوا يكريو في واحد البارتما واللي كانت عاديه جدا، غادي تسكن عند واحد الجاره اللي كانت في الاصل هذيك دارها، وكانت كتكري للناس، وكانت ساكنه غير هي وياها. الجاره الفوق اللي هي مولات الدار، واختي كانت ساكنه لتحت في السفلي. اول حاجه غادي يبدا الراجل تاع مولات الدار تيقول راجل اختي مع كان عشيرو تبارك الله مرتك باقا صغيره، باش عرف حيتاش كان تيخدم في شي قطاع عام، وغادي يتداخل لاختي باش انها تقاد لاكارت ناسيونال ديالها، وبدا يقول ليه مرتك باقا صغيره. في الاول جاره اختي اللي هي مرت هاد السيد غادي تبدا كتخوي الوسخ على حوايج اختي اللي كانت متحت منها في كل مره كانت كتنشرهم، وماشي حيتاش اختي ولكن كانت من اطيب خلق الله، وما كتبغيش المشاكل ولا حتى اللي يدي عيبها، وكانت كتفادى الصداع، كانت كتشد دوك الحوايج وكتعاود تصبنهم وكتسكت، كانت كتخاف تقولها لراجلها لا ينوض ما بينه وبين صاحبه شي صداع، وكتعاود تصبنهم وتعاود تلوح على ديك السيده الوسخ. ورغم هادشي اذا تلاقات بها كانت كتقول ليها السلام، واخا ما بيناتهم حتى شي علاقه، لكن السبب انه ديك الجاره كانت غايره من اختي حسنة. المهم غادي تبدا القصه بهذه الطريقه، نهار على نهار حتى لواحد النهار بغات اختي تبدل واحد الصالون، مشات عندها ماما باش تعاونها، جلست عندها يلا صبنوا وخملوا ونشروا دوك الطلامط، وهي تجي تخوي ديك الجاره الوسخ. نات اختي كيف العاده حيدات داك النشار باش ما تشوفوش ماما وما تعرفش شنو كاين، علما انه حتى ماما درويشه وكتسكت على حقها، اما اذا شي حد دار لنا شي حاجه حنا بناتها كتولي كتدافع علينا. ماما غادي تعاقب اختي حسنه، وهي تسولها شنو كاين، قالت لها راه يمكن اذا الوليدات الصغار من الفوق لاحوا شي حاجه، وما قالش ليها بلي انه هادشي راه من ديما تيكون واللي مطرف المراه. غادي تعاودها للمره الثانيه ديك الجاره، وماما غادي تخرج لاكور وتبقى كتبرح حشومه هادشي اللي كديروا والحوايج راه مصبنين. ماما كتخاسم على اساس انه في بالها راه الوليدات، ولكن ماشي مولات العقل. جلست عندها ماما ديك السيمانه ورجعت في حالها. شويه اختي بدات كتسمع في الدقان ولا شي حد كيدق عليها وتيهرب، وما غاديش تديها حتى شي حد. شويه ولات كتجي عندها شي وحده منقبه بداك النقاب نتاع زمان، مره كتقول ليها حلي لي الباب بغيت خبز كارم، مره بغيت كاس ديال الماء، كل مره وشنو كاين. اختي كانت كتحل على نيتها وكتعطيها. واحد النهار هبطت عندها مولات الدار ودقات عليها، وهي ما كدويش اصلا معاها، حدهم السلام. قالت ليها اختي حسنة هاكي هاد الكيكه واللي كانوا فيها انذاك 4 ديال الطروفه، زعما اختي وليداتها بزوج وراجلها اللي كانوا بهم 4،
قالت لي حسنا انا شفت ديك الكيكه وما يخرجوا عيني عليها، علما انه الخير موجود في الدار. حسنا كتقول لخت امتنان غادي نخبيها، وقلت عرفتي شنو، بلا ما نعطيها لوليداتي غادي ناكلها بوحدي. كانت على نيتها فعلا غادي يخرجوا وليداتها من المدرسه، هزت ديك الكيكه وكلات منها. فبدات كضرها كرشه، ما داتش ما جابش، ما ظنتش انه ديك الكيكه هي السبب نتاع شنو غتسمعوا في الحكايه. واحد شويه هاي غادي تجي ديك المراه المرقبه من جديد، مش حل ولدها الصغير تكون عنده شي 7 سنين، وقالت لي ديك المراه واش كاينه امك، كانت كدوي معها بالشلحه، احتاجت اختي ووقفت عليها في الباب. قالت لي هذيك المراه اعطيني عافاك الخبز كارم، قالت لي حسنا لا راه ما عنديش. الاخرى قالت لها ايوا حلي الباب زعما حليه اكثر حيتاش كان مشقوق. فاش حسنا بغات تسد الباب ديك المراه دارت رجليها وجبدات شي حاجه من جيبها من جيب نتاع جلابتها، وكتقول لينا بلي انه ديك الساعه بحال تشللت في بلاصتي، وقفت غير كنشوف فيها بحال دارت لي الطلاميس. ديك المراه غادي تدوز يديها على وجهي وعلى يدي وعلى كرشي ورجلي، وبدات تقول بالشلحه انتي هي رشيده، انتي هي رشيده، دارت لي تماما بحال شي واحد اذا بغينا نرقيو كندوزو يدينا على صحته كنقرا القران. مشات ديك المراه وكتقول لنا حسنا بلي انه ولدها بدا كيجر فيها وكيقول لها ماما ماما، وهنا بحال فقت. وداك النهار مازال بدات كتخلع، بمعنى انه راجلها مولف ديما تيطلق القران وكينعس. داك النهار بدات كتغوت، وهنا غادي تبدا المعاناه. دازت يومين اختي بدات كتشلل، ولحد الان في القصه اللي كنعاود لكم دابا حنا عائلتها مازال ما عارفين حتى شي حاجه. غادي طيح عليها يديها ورجلها ويديها الثانيه، وهنا غادي تلقى خواتات راجلها وعيالات خوتهم اللي عمرني صراحه ما غادي ننسى لهم هذا الخير، لانه انا ذاك حنا ما كنا عارفين حتى شي حاجه، هما اللي وقفوا معاها. انا كختها مولفه ديما كنعيط لها كل صباح، واذا ما دويتش معاها النهار كامل تندوي معاها لغد ليه الصباح. كل مره وشكون كانت كيجاوبني من التليفون ديالها، مره بنتها مره ولدها مره راجلها، تنقول ويلي فين تكون مشات هادي، الو واش حسنا بها شي حاجه، لا لا هي كتصلي، لا لا هي غير مجمعه مع فلانه مرتلوسها، لا لا هي غير خرجات. كل مره وكان شي مبرر، ويلي حسنا اختي ما كتخليش التليفون ديما معاها. المهم تعوقات صحتها، غادي يديوها عند الطبيب حيتاش لدابا هما مازال ما عارفينش السبب، وهي مازال ما عاوداتش لهم شنو وقع. غادي يديوها دير سكانيرات تحاليل، حتى شي حاجه ما عندها، ولكن يديها ورجليها ما كتحسش بهم، غير هي تبدا تهضر ولا تنطق شي حاجه كيبدا يعوج ليها فمها وكتبدا كتبكي. عائله راجلها غادي يبداو يجيبوا ليها الفطور حيتاش السيده ما بقات مازال قادره دير حتى شي حاجه، جالسه غير في الركنه. حماها وحماتها الله يرحمهم في هذا النهار كل ما فاقوا مع الصباح كينوضوا كيمشيو عند حسنا، كل نهار كتدهور حتى ولات كدير الحاجات عزكم الله في بلاصتها. انا هنا بدا كيدخلني الشك اكثر بلي انا وشي حاجه ماشي حتى لهي، حيتاش ايام طوال دازو. تنقول مع راسي هادشي بزاف على حسنا مشغوله، تنعيط على راجلها تيقول لي انا في الحانوت انا خارج. هي انا ذاك وصاتهم باش انكم ما تسيقوش الخبر لماما، حيتاش انا ذاك جدي كان طاح وتهرس من المرود ديالو وجاه سرطان، فماما اللي كانت مقابلاه حيتاش منين مات با الله يرحمه بقات مع جده وما قدراتش تخلى عليه. حسنا كانت عارفه بلي انه اذا سيقات لامي الخبر ما غتعرف ما دير، وجدي كان انسان اللي هو حنين فينا وهو اللي كان هزنا فاش مات بانا. المهم عائله راجلها عياو وما يدوزوا ليها وما يدوروا بها من عند الطبيب الاخر، مشاو عند واحد الطبيب اللي غادي يقول لهم بلي انا وحسنا عندها البروده اللي طالعه عليها بحال شي وحده اللي عندها اكثر من 70 عام، وهي يلا في بدايه العشرينات. داز شي اكثر من شهر وحنا غير مبرصتين مع با وبعاد. انا وليت كنقول ليه فلان واش اختي بها شي حاجه، راه نجي واخا الطريق بعيده بزاف غير قول ليا العار. راجلها ملي شاف بحال هكا قال ليها انا غادي ندير لك الواتساب وغادي تدوي ادويات مع داركم، حيتاش راه بداو كيشكوا في الامر. كانوا جابوا ليها انا ذاك شي راقي وبحيله تنفست واحد شي شويه، ولكن كانت عيانه مهدوده عظامها طايحين عليها. اخت مرتلوسها هي اللي غادي تقترح عليهم واحد الراقي حيتاش كاع الطباء وما لقاوش معاها الحل. جابت لهم شي راقي اللي قال لهم بلي انا وهاد السيده مسكينه راه مكرفسه، وهذا الشيء اللي عندها وهذا الشيء اللي عندها فوق من الطاقه ديالي انا. فاش راجلها دار ليها الكونيكسيون غادي يطلع ليا بلي انا مكونيكتي. صفت ليها اختي الحار لما غير طمنيني عليك وقولي ليا شنو كاين، راه باش ما نسمعش صوتك شهر راه ربي اللي عالم بيا. غادي تقول ليا بالحرف اختي انا عيانه، ضرني رجليا ضرني ظهري ضراني صحتي وما عرفتش اختي مالي ومريضه. هذاك الاوديو اللي صيفطات هي بنتها الصغيره كانت شاده لها التليفون وبدات كتخربق فيه حتى صدقات صيفطاتو لكاع الاطراف ديال العائله.
اي واحد عندها في داك الواتساب سمع داك الاوديو. ايوا ما نعاود لكمش كلشي بدا كيعيط ليا وكيسولني حيت عارفيني بلي انا وحسنة دايرين بحال التوام. الو نتينان شنو اخبارك؟ شنو اخبار حسنة؟ راه سمعنا الاوديو الفلاني، كيفاش تصيفط؟ ما كيفاش تصيفط، المهم انتشر الخبر. كان بانا عسانة داك زعما جدي في السبيطار، وماما لما سمعت هاد الشيء قالت انا صافي غادي نمشي عند بنتي. شدات الكار ومشات فعلا عندها. غادي تلقاها عزكم الله حوايجها ما كتقدر تحيدهم، الطواليت ما كتقدرش عليها، والمشي كذلك. كدير بحال المشيه نتاع الامهات اللي لي الله والدين بالفتح. امي غادي تلقى اليدين ديال حسنة عوجين تكفروا ليها مع رجليها، وكتمشي غير على الظهر ديال رجليها تقلبوا ليها. فاش شافت امي هاد الحاله قالت لراجل حسنة شوف غادي تعطيني بنتي نديها نداويها. عرفتكم ما خليتوهاش، ولكن اعطيها ليا نديها. راجلها رفض. ماما غادي يعيطوا عليها وقالوا لها بلي انا با جدي راه تزاد عليه الحال. ولات كتشوف راسها بين بنتها وباها. شافت حتى عيات وقالت لراجل اختي انا غدا الصباح غادا نمشي نشوف با، حيت ما بين الحياه والموت بغيتو يموت ما بين يدي، وبنتي ها هي امانه في عنقك، عافاك جيبها ليا. جات ماما جلس جدي شي 3 ايام في السبيطار وخرج، وغادي تم تبعها حسنة هي وراجلها وولادها وحماتها في الطوموبيل. يلا حنا جالسين في البيت، الرجال بوحدهم والعيالات بوحدهم، خوالاتي والوليسات حسنة، الدنيا كانت عامره مع جدي كان مريض. انا كنت غادا الكوزينه حكي حيتاش كنت كنتسخر شويه، عيط لي راجل حسنة فين هي حسنة؟ راه في الصالون. غير هو جاي يطلع عليها بدات كتبان ليه كلها كترعد، وبدا كيشد هذاك الشيء بحال الصراع. غادي يدخل وسط العيالات ويهزها وقال ماما تبعيني. دا حسنة الطوموبيل خشاها فيها وهي بدات كتكشكش وكتضرب بيديها ورجليها كترعد وكتنخض، وماما غير كتبكي وكتقول ليه شنو هاد الشيء واقع ليها. غير خليها هنا عافاك خالتي، ما بغيتهاش دير بحال هكا قدام العيالات، يبقاو دايرين بها يخنقوها، يخليها هنا حتى تدوز هاد الكريز على راحتها. كاع هاد الشيء جاري في بنتي. ماما كتبكي وكتشهق. ايه خالتي راه داك النهار فاش جيتي كان يلاه فاتها الحال، لو كان بقيتي غادي تشوفي ما اكثر. المهم ماما غادي تجيبها للدار لعندي اللي غادي تصدم فيها راجلي، كيشوف فيها تلقاها دبلات تيبكي وكيقول ليها واش هادي هي حسنة؟ واش هي هادي؟ ما يمكنش، ما بقاتش كتشبه لراسها. غادي يمشي راجلي يجيب لها واحد الراقي، وهنا غادي تبدا معاناه ديال الرقيه من جديد. غادي يبدا كيعطيها واحد الماء باش انها تستفرغ، حيتاش قال ليها بلي عندك سحر ماكول ومرشوش وحتى المس. هي ما كتبغي يدوي معها حتى شي حد ولا يبات معها حتى شي حد، وديما جالسه في الظلام ولات عايشه في العزله وبوحدها. غادي يجي الراقي، انا تنشوفها ولات في واحد الحاله، واخا نبقى نعاود لكم حتى للصباح ما نقدرش نوصل لكم المعاناه اللي عانت منها. واللي ساق الخبر تيجي لعندي كيبغي يشوفها، وداكشي كان غير تيزيد عليها فاش انها كتبدا كتبكي. يلا كنا غنبداو في الرقيه، غادي توفى جدي، وهنا غادي تزاد عليها الحال من دوبل. كانت في الاول محني لها غير ظهرها واحد شويه مع واحد الاعاقه جسديه، اما دابا غادي تكفر كلها، ولات مطويه صدرها تلاقى ليها مع ركابها بمعنى الحقيقي نتاع التكمشات، وداروا ليها رجليها ويديها وفمها. مسكينه ماما قالت لراجل حسنة غير خلي ليا بنتي، بمعنى ما تديوهاش معاكم الا كنتو راجعين. دوزنا العزومه، ماما بقات مع امها وانا خليت معايا حسنة في الدار. راجلي غير تيشوفها وتيبكي. من بعد ما جا عندها الراقي وتسرحات واحد شي شويه وحسات براسها بدات كتصحاح، واحد النهار الجمعه قالت لينا انا اللي غادي نطيب لكم سكسو. واختي وانت راكي مريضه وما قادره حتى توقفي، انا عييت بالكلاص غير خليني. بدات كتفور داك الكسكسو شويه غادي دير هن وتشد على يديها، وبدات كتبكي وطاحت على الوقفه ديالها طيحه اللي زعزعات الدار. الراقي غادي يجي حتى تنفسات واحد شويه وعطانا واحد الماء ديال الرقيه باش نتبعوا لها لمده 3 ايام. الصباح الاول غيتحط حداها السطل باش انها تستفرغ فيه، وقال لي باش نصور ليه داكشي اللي استفرغات باش نعرفوا شنو فيه. والو واش حسنا بغات تشرب ليا داك الماء؟ كان ما غير عادي ولكن ما ديال القران، عافاك اختي غير جغيمه كنطلب ونزاوق ونبوس الراس ونبكي. لا عافاك ما تقوليش ليا. شفت حتى عييت، مشيت صفت على قرعه ديال الماء، هي شاده اطرونس ديال الرقيه وانا شاده اطرونس ديال الماء معديني. هانتي اختي شربي غير جغيمه وانا نشرب جغيمه حتى نكملوها مجموعين. والله القسم اذا هي كتشرب وانا تنشرب وكنشجعها يلا ها انا كنشرب وانتي شربي، ودرت لها بحال شي دري صغير. بقيت عليها حتى الجغمه الاخيره، وفما اعزكم الله تطلق ليها بحال شي قادوس اللي فاض. داكشي اللي خرج ليها راه ما يمكنش، القطران الواد الحار اي حاجه تخيلتوها، ما عرفناش اش داكشي علما انها راه ما كتاكلش غير كتريق،
ولا اللون ديال وجهها كحل من بعد ما كانت كيشمعه. صورنا داك الشيء لذاك الراقي وقال لنا هادشي راه بزاف، واش هادو اللي دايرين ليها هادشي بغاو يقتلوها؟ شو بينك وبينها حسنه؟ والله ما بيني وما بينها حتى شي حاجه اختي، كتحلف وكتعاود، عمرها ما جمعتني بها شي حاجه، حيت انا دا كنا كنشكو في الجاره الفوق، حتى من خواتات راجلها ظهر لهم العجب زعما باش تنوض دير ليها ديك السيده ديك الحاله. وحنا حتى لهاد الساعه كنا مازال باقيين شاكين غير في مره في الجاره ومره كنقولوا حتى ديك مولات النقاب مازال ما كنا عارفين حتى شي حاجه. لغد ليه ديال الحد بدات كتصفرخ عاوتاني، وداكشي كان غير كيف الخيوطه والزغب ومكشكش، ولكن بدا كيتفتح شويه اللون ديالو، ولا واحد شويه قهوي وماشي كحل بحال النهار اللي كان من قبل. حلفات لا دهنات بالزيت ولا دوشات، غير داك الماء وبزز باش كانت كتشربو. هو قال لي ماشي مشكل، غير ديري ليها 3 ايام في 3 ايام في 3 ايام، كل نهار كتهز القرعه وكنشرب معاه في سبيل الله. واختي هذيك بقات فيا وضرتني في خاطري، كنت سد عليها في بيت بناتي كتنعس فيه مظلمه عليها وما كتهضر مع حتى شي واحد. نهار الثلاث اللي هو الاثنين غادي تشرب القرعه الثالثه، وهنا غادي يدخل عندها ولدها وبنتها، شويه بدات كتضحك معاهم. تخيلوا اختي ما ضحكاتش من شهوره، وما بقيناش شفنا الابتسامه ديالها غير البكا بالليل، وتبقى كتنخض ويشدها راجلها. المهم فاش شافت وليداتها فرحات وشافت فيا قالت لي اختي، كانت مستوعباني ولكن ما كانش مستوعبه راجلها ولا حتى ولادها، كانه دوك الطلاميس داروا ليها غير عليهم. قالت لي امتنان شفت وليداتي كبروا، وبدات كتضحك وجاتها هي السيريا ديال الضحك. عيطت على ماما في التليفون، الو ماما حسنا راه كتضحك، ماما غادي تشد الطاكسي اللي عندي للدار طايره. وجات كتجري كتشوف بنتها فرحانه وكتعنق في ولادها وكتقول لهم يا ولادي كبروا وما مستوعباش داكشي مناش داز، بحال ما عندهاش في الذاكره نهائيا. شويه غادي تقول لنا عافاكم راني تشهيت البانيني، واخا نمشيو نجيبوه لك، لا لا بغيت نمشي ناكلو في الزنقه. ايوا حنا بالفرحات علينا، حنا نضنا لبسنا لها حويجاتها وخرجنا لها الزنقه ودينا الدراري يلعبوا. حسنا غدا في الزنقه وما قادها فرحه، وكتغوت مع الدراري الصغار فرحانه وكتلعب معاهم. انا وماما غير تنشوفو فيها وكنبكيو حيتاش فرحنا واخيرا يمكن فرجها الله. غير حنا جينا في الليل بحيله تنكسات من جديد، وغادي يشد هذاك الكريز الليل كله وهي كتغوت علينا، وما عرفناش شنو كانت تقول، بحيله الغوات بحيله البكا ما عرفناش شنو كانت كتقمقم. بقات بحال هكاك وبتنا عاوتاني في العذاب معاها، وقلت لاختي الصغيره طلعي عافاك الدراري الفوق، وحنا بقينا معاها حتى الصباح. اي جا الراقي من جديد وبدا كيخاصم علينا وكيعاود اش داكم تخرجوها راه باقي مازال عندها المس. هي انا داك فاش استوعبت قالت لينا ديما كنت كنسمع شي حد كيعيط ليا، كنت نسمع صوت راجلي وصوت بنتي. قالت لينا راه البارح فاش كنا خارجين والدراري بغاو يقطعوا الشانطي انا كنت شديتهم، هي انا داك سمعت حسنا ودارت وقالت نعم. المهم الراقي بدا كيخاصم، هي راه مازال ما حسنات راسها مزيان. وتخيلوا معايا ان اختي راه ماشي شي وحده اللي مقصره، كتصلي كدير الاذكار كتقرا الاحزاب كل نهار، وسبحان الله ربي كتب عليها هذا الشيء، ولكن من بعد غادي تفهموا علاش. ايوا وهنا بدات المعاناه من الاول، بحال داكشي اللي درناه واللي شربات كلشي غيتعاود من الزيرو. غادي نبداو من الاول العلاج والمحاين، وهي كتكركب غير بالليل وما بقات عارفه حتى شي حد، ويا لها من معاناه اللي عانينا. نعيه ما نعاود لكم، ماشي بحال اللي شاف واللي عاش، ولكن لا سمح لي كان سباب. المهم الراقي غادي يرجع معها الحصص ديال الرقيه مع معاناه، وكيخرجوا لها الكشاكش من فمها، ترسات ليها السنه بسبب داكشي اللي كانت كترجع وكيتكزز لها فمها. بقات هكاك حتى ولات واحد شويه لاباس، تتكون جالسه حتى كنجرها كنحيد لها حوايجها بزز منها ونخوع عليها داك الماء ديال الرقيه، كتدفعني كتعيا ما تعاير فيا. المهم الجهد اللي عطاني الله كنت كنديرو معاها باش انها تبرى، وليت مقابلها غير انا، ما بقى لا خروج لا دروج. ماما كتمشي وكتجي عند امها حيتاش خلاتها بوحدها، وانا ما نقولش لكم حجم المعاناه، خصوصا لما مات جدي عاد حسينا باليوتم ديال بصح. حسنا بقات متبعه الحصه ديال الرقيه والجن اللي فيها، واحد النهار غادي ينطق مع الراقي بلي انه السبب في هذا الشيء ديك المراه اللي كانت فوق منها. كلشي تصدم، تقال بلي انه تأدت من ديك القضيه ديال الكيكه، وهذا الشيء كله بسبب الغيره والحسد. علاش راجلها يقول راه حسنا باقا صغيره وزوينه والده وليداتها وفلان هو اللي مزوج؟ داكشي اللي فيها ايضا غادي ينطق بلي انه ديك السيده عيات ما ترش ليها وتلوح ليها في السحر، ولكن ما كانش يقدر يشد فيها حيت كانت كتحسن راسها وشافت حتى عيات وكلاتها الكيكه. وتا ديك المراه المنقبه حتى هي كانت جايه لهذا الهدف، ولكن حتى شي حاجه ما شدات فيها من غير الكيكه اللي كلات.
عرفتو كان اللي كلات. قال لهم الراقب اللي انا القضيه نتاع مولات نقاب بحال لا جات دير ليها تبعه نتاع شي رشيده. المهم اختي حسنه من سالات الحصص ديالها داها راجلها وقال ليه الراقب باش مره تبدا دير الرقيه. راجلها غادي يسمح في عام ديال الكرا ومشى انتقل لبلاصه وحده اخرى وما خلاتهمش حسنه انهم يمشيو يواجهوا ديك الجاره حيتاش اللي عطى الله عطاه. المهم اليوم اختي هي باقا مازال كتعاني شي شويه برات وما براتش، فين ما سمعت الموت ولا شي خبر ليه هو حزين وخايب كيتموت على يديها ورجليها وبحيلا كتدخل في شي اكتئاب ولا كيجيها شي وسواس، وخصوصا مع الزلزال اللي جا دابا وتشقات ليها دارها وخرجوا الزنقه رجعت لها نفس المعاناه. شاركتكم هذه الحكايه ديال شنو يقدر يدير الانسان بسبب الغيره والحسد وانت ما وصلتي ما صرفتي فيه عيب وما بينكم اصلا حتى شي علاقه من غير السلام. هذه هي كانت حكايه حسنه، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها، فاسالكم الدعاء لها وللجميع. وهذه هي كانت حكايتنا الليله. واه على خبث، واه على جهل. الضعيف هو اللي تلجا لهذا الشيء، الضعيف هو اللي ربي كيحرمه من المعرفه ديالو وكيدير عليه حجاب حتى كيولي كيغطس في هذه الاعمال الشيطانيه 1000%. اللي غدا ولا بعده غادي يموت هذا الشخص وغادي يضيع الدنيا والاخره على واحد الاحساس ما ردعوش بربي ولا حتى بالذكر. الغيره والحسد هي غريزه في اي انسان، لكن كل واحد منا وكيفاش كيردعها. كاين منا اللي كيطعمها وكيزيد يكبرها ويربي لها داكشي اللي بغى حتى تدمره، وكاين منا اللي كيذكر الله ويهد نفسه بربي حتى كيتهدن وكتمشي ليه. وفي النهايه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كل شيء باذن من مولانا. هادشي اللي صاب حسنا هو اذن من الله، لا جن ولا هي ولا ساحر ولا قد عليها، ربي اللي كتب عليها هذاك الشيء وعطاه ليها. سبحان الله العظيم، هذا ابتلاءها في الدنيا، والله يشافي الجميع. فحافظوا على الاذكار ديالكم وعلى ايه الكرسي. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وخواتيم سوره البقره لليها معجزات كبيرة. فأسأل الله السلامة لينا وليكم. خليوا دعواتكم مواساتكم الحسنة وقولوا لي في التعاليق واش فيت لكم معشتوا شي حاجة بحال هكا ولا عندكم شي حد هكا في العائلة. هذه كانت حلقتنا الليلة، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.